في عند المهم صور معاه في الشعيبيه صور طلع حيدر والشعيبيه في الدار هذا يلا اثنين من لبنان يا اخي هو طلع حيدر والله اي يلا رحت لعنده على الضيعه لا كان يجي هنا عندي هنا كان يجي المغرب طلع الحيدر ما بقاش نشوف كبار الشعراء في لبنان طلع الحيدر فيروز نص اغانيها لطلال الحيدر فيروز مساء النور مساء النور احنا مجال الله يسلمك يرضى عنك الله يبارك فيك بارك الله مساء الفن والالوان الله يحفظك والبشاير اللي بهاللوحات هاي الله يبارك فيك انا اسمي محمد كامل الترك من مجله الكترونيه اسمها مزاغان باند كات لصاحبها الاستاذ ابو القاسم اللي عم يصورنا دابا وتعرف عن نفسك لو سمحت فنان الكبير فنان يعني رسام يعني عادي ماشي يعني مثلا نقولش باننا فنان كبير او لا احنا بنقول احنا نقر ونبصر الاستاذ فنان مع الاعمال ديالي يعني ما ممكنش نقول انا فنان كبير او صغير تنصبغ في حالي في الناس تواضع جبت تواضع من تواضع للفن رفعه الله يبارك فيك نعم نعم الله يبارك فيك لو سمحت لي اسالك لوحاتك في كثير من لوحاتك فيها الابيض اخر هذا العام اللي عملت لوحات بيضية نعم لاول مره عملت لوحات بيضية هذا العام نعم ما كنتش نعمل لوحات بيضية كنت عدد لوحات بكري كنت نعمل بالاسود نعم الاسود الاحمر نعم اسود اول مره تعمل بالابيض بالابيض خرجت هالانارات هذه الابيض والاجواء الحركه هنا متكنا حركه بالمسرح هذا بالمسرح السيرك كنت عملت في التسعينات عرض على السيرك اللي كنت غادي نعرضه في فونداسيون في طاليان وما كنتش عرضت نعم ما شاء الله واضحه ما شاء الله الله يبارك فيك والانوثه والحميميه بوجه المراه كثير واضحه يعني اول ما تشوفها بتشعر فيها كل يعني صوره ديال المراه عندها عندها يعني كيفاش حالتها حالتها ولحظتها لحظتها نعم نعم اللوحات التجريدية اللي أنا شايفها بداية من الوالدة إلى وصولا إلى حضرتك وهذا لأول مرة عملت معرض اللوحات ديالي مع الشعبية حيث عملنا معارض أنا والشعبية في السبعينات نعم. في إسبانيا في قاعة الجاليري ديال إيفان سبانس نعم. في إيبيزا وعملت أنا سيكسيون ديسان والشعبية عملت لابنتيو في 1980 في الدنمارك في لاغاري دي كوماتا الشعبية نعم. عملت لابانتير نعم. وانا اللي ديسا لأول مرة في المغرب عملنا لابانتير الشعبية وديالي الله لأول مرة ما شاء الله لأول مرة سؤال ديالي أنا واش الصور قبل وفاة الوالدة ولا أبري هاد الصور اللي شفناهم ديال من؟ ديال كنت لا هذوك اللي فيهم الأبيض وهذا فيهم الأبيض والأسود الابيض هذا واش قبل الوفاة ولا بعد لا من بعد هذا دابا هذا كلهم في مؤرخ بالاداه في الكتالوج كلهم في التاريخ ما شاء الله الله يبارك فيك الله يسلمك ولا شتي طلال حيدر في كله شفت طلال حيت انا سمي طلال طلال حاضر بعد كان يجي ناس عندي بحصر في المتحف ديالي نعم هو في الشعر وحضرتك في اللوحات هو يكتب الشعر وانت ترسم الشعر كبير وانت ترسم الشعر وانا ارسم الشعر وانت فنان كبير تعلمت منه بزاف في الشعر ديالي الله يسلمك الله يبارك تسلم لي سلم عليك جزيلا شكرا على وقتك الله يحفظك واحنا من المعجبين جدا بفنك شكرا الله يبارك احنا معكم الله يسلمك شكرا جزيلا مرحبا هذه شوفوا حجمها ها انا ما شاء الله هاد الشيء على هذا التوب هذا حال الزربيه الموكيت ومعمول هذه اللوحه نفس الشيء هذه اللوحه
هذا اسم اللوحة. نفس الشيء هذا بحال زربية موكيت ومعمولة هذه اللوحة عليها قبل البروغرام طبعا. احنا نتلمس هنا المرأة بنت الواحة والصحراء وجالسة ومتعبة مع كل هالألوان هاي. دائما الضوء واضحة بلوحاته، زائد انه حتى الإضاءة هنا بالمعرض عاطية إضاءة أكثر علشان نقدر نتلمس هذه الإضاءة بلوحاته. هذا نوع من أنواع التنوير. كنشوف الألوان ما بقاش أبيض. نعم. لا باقي الأبيض. باقي الأبيض. رغم أنه في مثل ماسك أمام الأبيض، ولكن الأبيض موجود. وي وي. هذه حالات نفسية. هذا تجريدي. الألوان اللي موجودة. هذه الشعيب اللي طالع. نعم. الله يرحمها. إنسان فقير. قلت اسم إنسان فقير. هذول الجولف، الجولف، مش معقول شو كانت تعبر بالألوان. مش معقول الألوان شو كانت تعبر فيها وبسهولة. عم بتقول كل اللي بدأ إياه بهالألوان بسهولة. الفن الفن. حسين طلال. حسين طلال. سبحان الله. عاود تاني نحكي عن شنو شفنا. ودائما هناك الأسود ولا الأب. اثنين نساء بهذه اللوحات. الحنين او الرحم او الحميمية بأمه الله يرحمها. والله هذا السؤال كنت غنطرحه انا، واش قبل ولا بعد الموت؟ هذا بعد او اثناء. شوف المسرح، شوف المسرح. هذه لوحة مسرح، هاي لوحة مسرحية. شنو كيبوح المسرح؟ شنو اللي بين البوز هذا اللي كنا نشوفه بالكنفة اللي تتخيط البوز هذا، وهذا اللون عم ترمي بالدف، إما كورة وإما دف. هذه لوحة مسرح. بعدنا بالسيرك. الله يحفظك. وإحنا من المعجبين جدا بفنك. شكرا. الله يسلمك. وإحنا معكم. الله يسلمك. شكرا جزيلا. مرحبا.